يا صباح الخير وصباح الفل وصباح الهنا على حضراتكم جميعا، وصباح خاص جدا لجمهورنا الاهلاويه. النهارده الاثنين 3 اغسطس وحلقه جديده من صباح 10 الصبح في الاهلي. يا صباح الخير. صباح الفل عليكي. صباح الجمال. كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد عليكي وعلى كل الناس الجميله اللي بيتابعونا. اهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله حضراتكم تستمتعوا معانا بحلقتنا النهارده. نهاركم لطيف وخالي من السخائف والمنغصات باذن الرحمن. شفتي الدنيا وهي رايقه عامله ازاي؟ جميل. انا ما سافرتش على فكره في العيد. انت سافرت؟ بصي، هو يعني لو هتحسبي ان اليوم ونص ده سفريه يبقى سافرت، بس انا كنت اقصد ان النهارده الصبح وانا جاي القاهرة جميلة وهي القاهرة كمان في العيد كانت فاضية جدا. عايزة أقول لك الشوارع كانت فاضية جدا، المشاوير ممكن يعني تعملها في مفيش طبع. مسافات يعني بسيطة جدا ما بين، حتى لو أنت عايز من أكتوبر التجمع مش هتاخد وقت. فدي دي كانت ميزة الصراحة. يعني أول سنة أنا ما سافرش في العيد على فكرة. وإحساسك إيه لما المرة دي ما سافرتيش؟ هي مش فارقه كتير، عارف ليه؟ لان احنا خلاص خدنا على قعده البيت، يعني ما بقاش يفرق معايا. اما نشوف اخرتها مع كورونا. انا هوزع بشوف اخرتها مع كورونا، ربنا يستر. يا رب. خلينا بس قبل ما نبدا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم ان احنا بنطرح سؤال في اول الحلقه، وبناء على اجاباتكم طبعا بنشوف كده في النهايه الحل ايه، او ازاي ان احنا ممكن يعني من الكومنتات برضو نلاقي حلول لبعض الاجابات. بس النهارده بعض الاسئله، عفوا، النهارده سؤالنا بسيط جدا، وبما ان احنا بنتكلم عن الرياضه وكده فسؤالنا لحضراتكم: كام فرد في عيله حضرتك بيمارس الرياضه؟ احنا عايزين نعرف طبعا بما فيهم حضرتك اللي هيجاوبنا، يعني كام فرد في العيله بيمارس الرياضه؟ انا لو هبدا بنفسي احنا تقريبا 2 بس، يعني احنا اسره من 5 اشخاص 2 بس بيمارسوا الرياضه. طب احمدي ربنا. الحمد لله، دي نسبه كويسه. الحاجات دي بتتنظر، خلي بالك. ايوه. بس انت عندكم كام حد؟ انا مش عايز اسال. طب بصي، سيبك من بقيه العيله، ده منظر واحد ممكن يبقى مارس رياضه مره في حياتي. شفتي لي مره صوره وانا ماسك كوره كفر تحت ايديا؟ مفيش. طيب. للاسف الشديد طبعا دي نقطه، بعيدا بقى عن الهزار، دي نقطه في منتهى الاهميه. فكره ان احنا نشوف ان الاب والام يهتموا بممارسه الرياضه ويخلوا اولادهم كمان يمارسوا معاهم الرياضه. وبمناسبه الكورونا في فتره الحظر، انا شخصيا شفت كان من ضمن المشاهدات اسر كامله بتعمل جوجينج او بتتمشى معاهم اولادهم الصغيرين. صح. ودي كانت من المناظر الحلوه قوي اللي شفتها. بص، الخبر اللي معانا اللي جاي ده، دي برده حاجه قريبه جدا من اللي انت بتقولها. في العيد بس تحديدا كان مجموعه من الشباب والبنات كانوا في تحديدا في منطقه الزمالك والمهندسين، كانوا بيحتفلوا باول ايام العيد بس بطريقتهم الخاصه. يعني هم عملوا مسيره كده بالدراجات وقعدوا يتجولوا في شوارع الزمالك والمهندسين بيها، وخلال المسيره دي البعض منهم كان ماسك بلالين، ده طبعا علشان اشاره للعيد زي ما حضراتكم عارفين. وده يمكن كان بيحصل زمان، يعني زمان واحنا صغيرين انا افتكر ان احنا كنا بنشوف الحاجات دي، وبعدين اختفت المشاهد دي فتره ورجعت تاني. فاعتقد دي حاجه او صوره ايجابيه. انا بحب اشوف ناس مبسوطه، بحب اشوف ناس بتعيد. يعني الصوره اللي احنا اعتدنا عليها زمان واحنا صغيرين ان احنا نشوف ناس بتعيد ومبسوطين واطفال وكبار وبلالين وحاجات، يعني اعتقد المشاهد الايجابيه طبعا. الدرجات بصفه خاصه من علامات العيد المميزه دي، يعني ما فيش عيد بيعدي من غير ما نشوف ان في اطفال وفي بعض الاحيان شباب وكبار كمان بيهتموا بمساله ركوب الدرجات. وعلى ذكر الدرجات، تجدر الاشاره يا حضرات ان احنا واحنا بنصور تتر بدايه البرنامج ده كان في شطات كده معينه بتتصور على كروما واحنا راكبين عجل. فانا كنت متخيل ان نهواد هتبقى معافيه حبتين في العجل. نهواد حطت رجليها على البدال ومشيت حلاوه. انا بقى لسه بطلع اول طلعايه، جيت مخيش من اولها في عمود اضاءه. واحد الكاميرا كان عندي على فكره حاجه فضيحه جدا. لا بس انت ابهرتينا كلنا على فكره. والله العظيم، مع ان العجله كانت يعني عاليه قوي عليا وغريبه شويه، بس عملت شغل 100 100. قبل بقى ما ندخل على بقيه الاخبار، بس ان دي حاجه برضو من مشاهد يعني العيد اللي انا بحبها ومش هتنازل عنها. إيه؟ العيديه. الله الله. انا كنت اسمع زمان ان كان الزملاء في العمل بيهادوا بعض، وبالذات الرجاله للستات، معرفش هل انت سمعت ولا لا. والنبي يا اختي اول مره اسمع الكلمتين دول، بس عينيا الاثنين طبعا. يعني انا بس قلت ايه افكر، انا وحشني ان حد يديني عيديه. والله العظيم وحشني الاحساس ده. طيب، بالنسبه لموضوع الدرجات ده، كان مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد في القاهره وفي بعض المحافظات، لكن بشكل عام يمكن كل دولة بيكون ليها عاداتها وتقاليدها المتعلقة بالاحتفال بالأعياد وتحديدا عيد الأضحى المبارك. ولكن في دول معينة مميزة قوي في طريقة الاحتفال بيها، مثلا دولة جزر القمر، ودي دولة فيها نسبة كبيرة من المسلمين. هتلاقوا العيد هناك ليه مذاق خاص جدا. اشمعنى؟ هناك بينظموا حفلات لممارسة المصارعة الحرة،
يعني يجي العيد من هنا وتلاقي يبتدوا حلبات المصارعه تتكون ويبقى في مسابقات وحاجات زي كده وفي منافسات شديده جدا بين المصارعين عشان الهدف من وراها الفوز بكاس المصارعه. ودي طبعا من الاحتفالات المميزه جدا لعيد الاضحى في دوله الحقيقه يمكن كتير مننا ما يعرفش كتير من التفاصيل المتعلقه بيها. خليني اقول لك برضو من العادات المختلفه في العيد والدول اللي بتحتفل فيها، خلينا نروح لتقليد برضو مرتبط برياضه بس في نيجيريا. هناك بتختلف بقى الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك عن غيرها من بلدان افريقيا، عادات وتقاليد بتنفرد بها نيجيريا هنا، زي هنا بقى اجراء سباق يا كريم للخيول وهي متزينه بطريقه كده تقليديه، ده بتكون خلال ايام العيد، بتكون المسابقه دي بين برضو محاربين العائلات. يوم العيد ده بيعد عطله رسميه في نيجيريا وبتقام خلاله احتفالات خاصه وبيخرج الرجاله فيها الصبح في العيد بعد طبعا استنشاق الهواء وفي الادغال وغيره، وابتدوا بقى ركوب الخيل الناس بتعيد في الغابه. طيب خلونا بقى نروح لمقر النادي الاهلي في الجزيره مع الزميل العزيز مراسلنا مينا ماهر عشان نعرف منه ايه الاجواء وتحديدا اجواء الاحتفال برابع ايام عيد الاضحى المبارك، وبالمره نعرف منه ايه اخبار استئناف التدريبات، ايه الجديد في هذا الموضوع. مينا صباح الفل عليك وكل سنه وانت طيب. صباح الخير يا كريم وصباح الفل يا نواند وصباح الفل على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعيد عليكم كل سنه وانتم طيبين، بعيد على كل في الاستوديو وعلى كل مشاهدي القناه، كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله سنه سعيده علينا جميعا بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك. صباح الخير يا مينا، بس انا عندي يعني ملاحظه، انت لبست نظاره امتى؟ انت ما كنتش لابس نظاره نظر يا مينا، ايه اللي جرالك في العيد؟ نظر ضعف من حلقتين بس يعني تجديد كده، حلقتين معانا تلبس نظاره نظر. هو تغيير حلقتين كل يوم في جديد ان شاء الله. ربنا معانا يا مينا، اتفضل اتفضل. ايه الاجواء الموجوده عندك في النادي يا مينا؟ الاجواء هنا يعني الاجواء هنا رابع يوم العيد، يعني الاعضاء بداوا يتوافدوا لمقر النادي، الناس متعوده تنزل تجري تلف التراك تجري في الملعب، الناس متعوده تمارس رياضه، العيد ما منعهمش، ده بالعكس العيد يعني حمسهم اكتر. الجو في العيد طبعا انتوا عارفين بيبقى مختلف، بيصحوا الصبح بدري بينزلوا يتمرنوا مع العيد، الاولاد اجواء عائليه يعني اجازات، الجو جميل بصراحه في النادي. يمكن درجه الحراره مساعده شويه النهارده، حر طبعا بس مش زي الايام اللي فاتت. طب وبالنسبه لمساله استئناف التدريبات، ايه الاخبار المتعلقه بالنقطه دي؟ امبارح فريق الاول لكره القدم رجع التدريبات من جديد، مفيش وقت يعني حتى الجهاز الفني ادى اجازه او راحه تقريبا يوم واحد، مفيش وقت خالص يضيع، ده بس مش لكره القدم، لجميع الرياضات. كره القدم عندنا مباراه مهمه في خلال اسبوع مع فريق انبي، فخلاص بنستعد بعدها ندخل في دوامه المباريات وهندخل في بطوله افريقيا. الحال ده مش بس الفريق كوره، ده الجميع الالعاب الرياضيه في النادي، التدريبات شغاله خلاص، مفيش تاجيل، مفيش يعني راحه، كله ماشي تمام، بنستعد لموسم جديد ان شاء الله، تكمله موسم وبنستعد كمان للموسم الجديد. جميل، سعداء بالتواصل معاك، كل سنه وانت طيب وصباح الفل عليك، وعايز اكد لك نظارتك الجديده جميله عليك، الف مبروك، وروح بقى للعزيزه نهوان. شكرا ليك يا مينا. خلينا بقى نروح طبعا خبر، كلنا امبارح كنا بنحتفل بعيد ميلاد الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق، حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره وجميع الاهلاويه على تهنئه الكابتن حسن حمدي بعيد ميلاده ال 71، كل سنه وانت طيب يا كابتن. كابتن حسن حمدي طبعا هو تاريخ كبير وعظيم في الاداره وصاحب اعظم الانجازات كمان انجازات اثناء فتره توليه رئاسه القلعه الحمراء. خلينا نروح نتابع. طيب في ناس بقى بتحب رياضة الغوص ودي رياضة مفضلة عند كتير جدا حول العالم، والناس دي تحديدا بيقعدوا يلفوا في كل مكان في الدنيا عشان يدوروا على أضبط وأحسن الأماكن المناسبة لرياضة الغوص. في اليونان تم تدشين أول متحف تحت الماء لهواة الغوص، وهو عبارة عن كنز أثري مكون من حطام سفينة كانت غرقت في القرن الخامس قبل الميلاد. حفل التدشين في موقع الغوص التاريخي ده حضرته وزيرة الثقافة اليونانية، وأقيم حفل التدشين على متن السفينة اللي كانت موجودة تحت المية بمشاركة مجموعة كبيرة من الغواصين، ومن المقرر إتاحة زيارة موقع الحطام لهواة رياضة الغوص ابتداء من النهاردة تحديدا 3 أغسطس، وهيستمر في استقبال الغواصين حتى أكتوبر المقبل، والحقيقة ده هيكون موقع أكثر من رائع لكل هواة رياضة الغوص. طيب تسمح لنا نروح كده بس حاجة عاملينها كده لكابتن حسن حمدي عشان عيد ميلاده ونرجع نكمل؟ يا ريت طبعا. خلينا نتابع مع حضراتكم.
مره ثانيه. كل سنه وكابتن حسن حمدي بخير. وكابتن حسن حمدي بقى كده صدفه يعني نفس البرج بتاعي برج الاسد. كل سنه وانت طيبه. على يوم الاربعاء بعد بكره الاربعاء ان شاء الله. مليون مش هقول لك بقى هتم كام. ما تسالنيش السؤال ده. ده 17 بكل الناس عارفه طبعا. مفيش جديد مفيش جديد. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.